السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية مع اي سي جي فروم اي تو زي. احنا هنتكلم النهاردة على صم اي سي جي تيبس اللي هتساعدنا في الـ Identification and Interpretation of a Rhythm. بداية أنا شايف إن الـ Most Difficult Part في الـ Rhythm Interpretation إن أنت تعرف الـ Waves، بالرغم إن أنت ممكن تفكر إن الموضوع ده سهل. المشكلة كلها في الأريزميا إن أنت تعرف Where is the P wave؟ Where is the QRS complex؟ Is there a relation between pulse؟ لو انت عرفت الكلام ده وعارف الترمينولوجي بتاع كل اريزميا هتعرف تشخصها بكل سهولة. طيب في البداية نحب نعرف ايه الـ best lead for detecting atrial activity، ايه احسن lead تشوف فيه الـ atrial activity. الـ classic teaching بيقول ان هو lead 2، lead 2 هو احسن lead تشوف فيه B wave او atrial activity بمعنى اصح. طيب هو الكلام ده صح فعلا، ولكن بشرط ان يكون ده للساينس ريزم، يعني اس انود هي البيس ميكر اوف ذا هارت، واضافه كمان ان ده في الفرونتال بلين بس. يعني ايه الكلام ده؟ نرجع للبيزك شويه على السريع كده. الرسمه اللي قدامنا في الشمال دي بيبين لنا الليدز ليه نيجاتيف الكترود وبوزيتيف الكترود، وبعدين بيبين فيه ان لو الكهرباء او الديبولاريزيشن كارنت مشي ناحيه الديبولاريزيشن كارنت مشي ناحيه البوزيتيف الكترود، البوزيتيف الكترود فهيديني بوزيتيف ديفليكشن، ولو مشي عكس يعني ناحيه النيجاتيف الكترود بتاع الليد وكان موازي ليه هيديني نيجاتيف ديفليكشن، ولو مشي عمودي عليه هيديني بايفيزيك او يكون صغير قوي فهيديني فلات زي الرسمه دي. تمام، وده الكلام البيزك اللي احنا عارفينه. طيب عايزين نفكر بقى شويه ونقول الفرق بين السهم العادي ده اسمه ارو، والفرق بين الفيكتور. كلمه فيكتور يعني متجه زي اللي مرسوم في الرسم قدامي كده. متجه ده يعني حاجه ماشيه في الفراغ، والفراغ ليه 3 اتجاهات مش اتجاهين بس. يعني ايه 3 اتجاهات؟ يعني هل الفيكتور ده جاي من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ ده اتجاه. جاي يمين لشمال ولا شمال ليمين؟ ده اتجاه تالت. في بعد تالت اللي هو من قدام لورا ولا من ورا لقدام. يبقى عندنا 3 ابعاد، يمين شمال فوق تحت front to the back or back to the front، 3 حاجات. طيب كل سهم لما باجي ارسمه على ورقه بيبين لي اتجاهين بس. يعني لو رسمت السهم ده وسالتك قلت لك السهم ده جاي منين، هتقول لي فروم رايت تو ليفت وفروم اب تو داون. طب هو جاي من قدام لورا ولا من ورا لقدام؟ مش عارف. وده اللي بيشوفه الفرونتال بلين، يعني الفرونتال ليدز اللي منهم ليد 2 اللي هو ليد 1 و2 و3 ويف ار ويف ال ويف اف. طيب يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الفرونتال بلين. الفيكتور بتاع الهارت عباره عن 3 اتجاهات، في عندنا فرونتال بلين وفي هوريزونتال بلين. الفرونتال بلين ده بيشوف اتجاهين بس منهم، بيشوف الكهرباء دي ماشيه من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، وماشيه يمين شمال ولا شمال يمين، بس ما يقدرش يقول لي الكومبوننت التالت هل الفيكتور ده او الكهرباء دي ماشيه من قدام لورا ولا من ورا لقدام، ما يعرفش المعلومه دي. طيب ايه برضو نرجع لكلامنا، ايه اللي بيخلي ليد 2 اللي هو ده اللي بيبقى واخد زاويه بوزيتيف 60 هو احسن ليد يبين لي الساينس اتريال اكتيفيتي؟ والله السبب الحقيقي فعلا هو مكان الاس انود. مكان الاس انود في اعلى نقطه في الرايت اتريوم، يعني من الاخر اعلى نقطه في الهارت. وطالما هي اعلى نقطه في الهارت هتنتشر منها الديبولاريزيشن ويفز في كل الاتجاهات للرايت اتريوم وبعدين للليفت اتريوم، فهيديني سميشن لكل الالكتريسيتي دي في الاخر
بفيكتور اتجاهه تقريبا هيبقى ماشي بزاوية بسط في 60، وعلى حسب القاعدة اللي احنا خدناها قبل كده ان لو الكهرباء موازية وماشية في نفس اتجاه البسط الالكترود بتاع الليد هيديني بوست ديفليكشن. عشان كده ان الفيكتور ده اما يمشي مع ليد 2 هيديني بوست ديفليكشن واكبر واحد هنا، ولكن مثلا في ليد 1 في ليد اف اف هيبقى اصغر شويه. تمام، ليد 3 مثلا الكهرباء عمودي عليه اديتني باي فيزيك ويف، ليد اف ار موازيه ليه بس ماشي عكس الاتجاه اديت لي اكبر واحده زي بتاعه ليد 2 ولكن نيجاتيف. عشان كده اكبر بي ويف هشوفها في الليمب ليد هي في ليد 2، يبقى هو احسن واحد بيبين لي الاتريال اكتيفيتي. تمام، طيب هو معلومه برضو النورمال بي ويف اكسس تقريبا بتبقى من 0 لحد بوست في 75، يعني المنطقة دي كلها نورمال، ولكن في معظم الناس غالبا بتبقى من اباوت 45 لحد 65 في المنطقة دي. فكل النورمال ساينس ريزم هتلاقي فيه بوست في ار ويف في ليد 2 وليد 1. تمام، ده اللي بيخلينا ندور على البي ويف في ليد 2. طب نشوف مثال زي ده. لما اسالك واقول لك ايه الريزم ده، والله انا شايف كيو ار اس كومبلكس وايد وفي بعدها انفرتد تي ويف وبعدين في بوست ديفليكشن كده مش عارف هو ايه، مش عارف هو بي ولا يو ولا ارتفاكت ولا ايه ده بالظبط. فبصراحه يعني لو قلت على ده هقول ان ده ايه، مع الهارت ريت ده قول ان ده اكسلريتد ايديو فنتريكولار ريزم مثلا، مش عارف ده ليد 1. طيب لو بصيت على الليد 2 بتاع نفس البيشنت ده هشوف في وايد كيو ار اس كومبلكس، ابص ادور على بي ويف هلاقي والله في 2 بوست ديفليكشن. طيب هل ده برضو، هل دي هي البي ويف ولا ده ارتيفاكت ولا دي ويف، مع ان ده ليد 2 ودي باينه جدا، ولو دي بي ويف يبقى العيان ده نورمال ساينس ريزم مع فيرست ديجري هارت بلوك، لان البي ار انترفال واضح ان هي اكبر من مربع كبير. والله برضو مش عارف. طيب نبص بقى للفول 12 ليد اي سي جي بتاع نفس البيشنت. تمام، هو ده ليد 1 اللي احنا شفناه اللي احنا معرفناش النوب دي عباره عن ايه بالظبط، وده ليد 2 اللي احنا قلنا غالبا دي هتبقى البي ويف مع فيرست ديجري هارت بلوك، وده 12 ليد اي سي جي. طيب انا بصيت وعملت فوكس على ليد في 1 هلاقي في باي فيزك ديفليكشن صغير جدا قبل كل كيو ار اس، واضح جدا هنا، والبي ار سيجمنت او البي ار انترفال طويله، فهقول على دي ده نورمال ساينس ريزم وسفيرست ديجري هارت بلوك. ولو شفت البي ار انترفال في في 1 هتلاقيها قد البي ار انترفال بتاع الديفليكشن اللي انا كنت شاكك ان هو بي ويف، زي ما الرسمه دي موضحه. ده باي فيزيك ديفليكشن في في 1 اهو، بعدين البي ار انترفال برولونجد. شوف بقى ليد 2 هتلاقي البي ار انترفال لو قستها هتلاقيها نفس الكلام. طيب بالمثال اللي فات ده انا قلت ان دي بي ويف غالبا شكلها بي ويف، ولكن اتاكدت مليون في الميه ان دي بي ويف لما شفت في 1 ولقيت في باي فيزيك ويف في في 1 قبل كل كيو ار اس كومبلكس. طب ليه قلت كده؟ على اساس ان انا اي ثينك ان ذا اونلي باي فيزيك ستراكشر ان في 1 از ذا بي ويف، ان تقريبا مفيش باي فيزيك ستراكشر في ليد في 1 الا البي ويف، فقلت لا ده البوست ديفليكشن ده مش هيبقى يو ويف ولا هيبقى حاجه تانية، ده اكيد هيبقى في ويف، هيبقى بي ويف. ودي من الحاجات اللي لازم نعرفها عشان نشخص بيها الاريزمي. طيب نكمل كده مع بعض ونعرف ليه
V1 ظهرت في البي ويف باي فيزك، وزي ما قلنا ان في فرونتال بلين اللي احنا شرحناه زي ما هو الرسمه الاولانيه قاطع فيها الجسم، كورونال سيكشن ده اللي بيبين لي الكهرباء اللي ماشيه من فوق لتحت ومن تحت لفوق ويمين وشمال، وفي ترانسفيرس بلين او هوريزونتال بلين ده بيقطع الجسم ترانسفيرس سيكشن، فيبين لي الكهرباء اللي ماشيه من قدام لورا ومن ورا لقدام، بالاضافه برضو للكومبوننت بتاع يمين يمين شمال شمال يمين. ده الفرونتال ليدز اللي بتعمله، وده البريكورديال ليدز، ده اللي بيعمله ليد 2 وده اللي بيعمله في 1. ده الكهرباء هتبقى ماشيه معايا بتاع الاتريوم تقريبا زيه، فيطلع لي بوست ديفليكشن، ولكن ده هيطلع لي باي فيزك ويف. الرسمه اللي قدامنا دي موضحه ليد في 1 الكهرباء بتبقى ماشيه في الهوريزونتال بلين تقريبا من الرايت للليفت كده ومن قدام لورا، لان الليفت اتريوم ورا الرايت اتريوم، عشان كده الكهرباء تقريبا بتبقى عموديه على ليد في 1 اللي زاويته في الفراغ تقريبا بوزيتيف 120. فالكهرباء بتظهر باي فيزك، كومبوننت بوزيتيف وكومبوننت نيجاتيف، والكومبوننت البوزيتيف قبل النيجاتيف، والكومبوننت البوزيتيف ده بيعبر عن الرايت اتريوم، والكومبوننت النيجاتيف ده بيعبر عن الليفت اتريوم زي ما شرحنا قبل كده في البيزك اي سي جي في الفيديوهات بتاعه 2009. طيب دي ميزه رهيبه جدا، خلت البي ويف عباره عن باي فيزك ويف، عشان كده اقدر افرقها من ضمن ويفز تانيه كتير. لكن ليد 2 هلاقي فيه تي ويف وبعدها ويف بوزيتيف، هل دي يو ولا تي ولا بي؟ ودي مشكله كبيره هتقابلك في اريزميات كتير. ولكن البي ويف ليه ميزه ان خلاها باي فيزك ويف، فده هيعمل لي ايدنتيفيكيشن كويس للبي ويف. يبقى انا دلوقتي ضفت لنفسي معلومه ان الفي 1 ممكن تكون احسن من ليد 2 فور ايدنتيفيكيشن اوف اتريال اكتيفيتي. بالمناسبه برضو في 1 80% تقريبا هتلاقيها بوزيتيف، لكن احيانا بتبقى نيجاتيف واحيانا بتبقى بوزيتيف في بعض الناس، وده نورمال فاريانت برضو. زي ما قلنا I think that the only biphasic wave in lead V1 is the B wave، ودي معلومة هتفيدك جدا 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 في تشخيص الأريزمي. طيب وصلنا برضو الكونكلوجن، هل V1 is the best lead؟ تعالوا نشوف. برضو زي ما شرحنا موضوع الفيكتور والأكسس، زي ما احنا شايفين برضو كده lead مثلا 3، لو الكهرباء او خلينا نبدا زي الرسمه الاولانيه، الكهرباء ماشيه عمودي عليه بتاع الاتريال ديبولاريزيشن، تلاقي ليد 3 طلع لي باي فيزيك ويف. لو القلب حصل له ليفت اكسس ديفيشن شويه والكهرباء ماشيه موازيه وبتبعد عن ليد 3 هيبان لي نيجاتيف خالص، تمام؟ يبقى يبان باي فيزيك او نيجاتيف، واحيانا يبان فلات، وده بسبب وضع الدي بولاريزيشن فيكتور بتاع الاتريا بالنسبه لليد 3. يبقى الوضع بتاع الكاردياك دي بولاريزيشن فيكتور مع وضع الليد هو اللي بيحدد شكل الويف. وخليك فاكر كويس ان احنا قلنا ان ليد 2 او ليد في 1 نفسها هي احسن ليدز اللي بتبين الاتريال اكتيفيتي سواء في الفرونتال بلين او الهوريزونتال بلين في النورمال ساينس ريزم، عشان سبب وحيد وهو مكان الاس انود نفسها، ان الاس انود مكانها الفريد ده هو اللي مخلي الديبولاريزيشن ويفز دي باتجاهها والفيكتور بتاعها تبان في الليدز دي كويس، عشان كده انا بدور عليه. طيب ناخد المثال ده ونشوف. لما اسالك اقول لك وات از ذا ريزم في المثال اللي قدامي، والله انا شايف واضح جدا ان دي كيو ار اس كومبلكس، هاجي ادور على تي ويف مفيش تي ويف ده فلات، ادور على اتريال اكتيفيتي انا مش شايف اي حاجه. بس انت نسيت حاجه، المفروض تسالني تقول لي هو ده ليد كام، زي ما اتفقنا ان كل اكتيفيتي
اتريال اكتيفيتي هتبان في كل ليد مختلفة عن التانية، وزي ما قلنا في البيزك اي سي جي ان الليدز عبارة عن زوايا تصوير بتصور ذا سيم كاردياك ايفنت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الاتريال ديبولاريزيشن بات فروم ات ذا سيم تايم، يعني بتصور الاتريال ديبولاريزيشن اللي هو السيم ايفنت ات ذا سيم تايم بات فروم ديفرنت فيوز، انا شايفه من زاوية والتاني شايفه من زاوية تانية. طيب هتسألني ده ليه كام؟ هقول لك ده ليه 3. هتقول لي لا انا اتعلمت ان انا ابص على ليه 2 او في 1. طيب وطبعا قلنا السبب ان ليد 2 او في 1 هما احسن ليدز بتبين البي ويف ليه. طيب نبص على المثال ده، المثال ده لو لاحظت هتلاقي ليد 3 اللي انا جايبه لك فيه اللي انت لسه شايفه دلوقتي اللي ما شفت في شيء فيه بي ويفز اصلا ولقيت فيه كيو ار اس كومبلكس، فهتشوفه هتقول لي ده ايه، ده جانكشنال ريزم ولا ايه بالظبط، انا مش شايف بي ويفز. لكن لو بصيت على ال 12 ليد اي سي جي وشفت كل الستاندرد ليمب ليدز هتلاقي واضح جدا في ليد 2 بي ويف قبل كل كيو ار اس كومبلكس، واضحه جدا في ليد 1 ونيجاتيف في اي في ار، وهنا في في 1 برضو من الحاجات القليله دي بوزيتيف مش باي فيزيك، في في 1 بيهات واضحه جدا. عشان كده هتقول لي لا ده نورمال ساينس ريزم، ولو انا مسكت ده ليه التلاتة وعملت رونج ستريب على ليه التلاتة هتقول لي لا انت غلطان، هو انت بصيت على ليه التلاتة ليه؟ ما تبص على ليه اتنين او تبص على ليه في ون. تمام. انا عايز اوصل معاك لنقطة تانية خالص، المثال ده سهل جدا بس احنا عايزين نوصل لكونكلوجن تانية خالص، ان في حد ممكن يسألني يقول لي هل اللي انا شفته في ليه التلاتة ده يكون ده intermittent junctional rhythm why not؟ يعني العيان كان ماشي كويس normal sinus 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 في V1 وبعدين مشي كده 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 وبعدين مرة واحدة عند ليه التلاتة قلب بقى junctional rhythm وبعدين كمل هنا في V3 بقى sinus وبعدين V6 بقى sinus وهو ماشي كده وده كان junctional rhythm؟ ارد عليه اقول له ايه؟ هقول له ان الماشين ريكورد ذا سيم ايفنت ات ذا سيم تايم فروم ديفرنت انجلز، الكلمه اللي لسه قايلينها دلوقتي. تاني حاجه الرد الاقوى وهو الفرق ما بين ال1 شانل اي سي جي وال3 شانل اي سي جي ماشين. ال1 شانل اي سي جي ماشين زي اللي انا شايفها دي بتطلع لي ورقه فيها سطر واحد بس، اما المالتيبل تشانل اي سي جي ماشين بتطلع لي ورقه فيها 3 سطور او 4 سطور، المهم ان هي اكتر من سطر واحد بس. ده مثال لل 3 شانل اي سي جي ماشين مطلع لي ليد 1 وليد 2 وليد 3 وبعدين ده لونج ستريب. يعني ايه 3 شانل؟ مش الفكره ان انا راسم الثلاث حاجات مع بعض او كل الحاجات في ورقه واحده، الفكره ان الماشين وهي بتطلع الورقه من هنا اللي بيطلع في ليد 1 واللي بيطلع في ليد 2 واللي بيطلع في ليد 3 كلهم بيطلعوا في نفس الوقت وبيصوروا نفس الايفنت ات ذا سيم تايم. عشان كده لو انا جيت ابص على الجزء ده وقلت ان ده كيو ار اس وشديت خط لتحت اكيد الايفنت ده هيبقى كيو ار اس واكيد الايفنت ده هيبقى كيو ار اس وكل الايفنتس دي هي الفنتريكولار ديبولاريزيشن. لو انا اتاكدت ان دي بي ويف يبقى اكيد اللي تحتها دي هتبقى بي ويف، يبقى اكيد اللي تحتها دي هتبقى بي ويف. يعني معناها ان الجهاز بيعمل سيميلتينيوس ريكوردينج اوف ديفرنت ليدز ات ذا سيم تايم. اما جهاز السنجل تشانل اي سي جي ماشين بيعمل ليد 1 واحد بس، ده بيصور زاوية واحدة من الكاردياك ديبولاريزيشن وبعدها بتتنقل لزمن تاني ده تايم مختلف وبعدها ده تايم مختلف. عشان كده ممكن الرزم اللي هنا يختلف عن الرزم اللي هنا يختلف عن الرزم اللي هنا،
لكن في المالتيبل تشانلز اكيد الاريزميا اللي هنا لازم تبقى زي اللي هنا، لازم تبقى زي اللي هنا، لانهم بيسجلوا في نفس الوقت. وده من الفروقات المهمه ما بين السنجل تشانل اي سي جي ماشين والمالتيبل تشانل اي سي جي ماشين، اللي احنا هنعرف اهميتها الجامده جدا في الريزم انتربريتيشن. مثال مثلا زي اللي قدامنا ده بيوريك تعرف الفرق ما بين الاريزميا والارتفاكت. عامل سيميلتينيوس ريكوردنج ليد 2 وليد 1 وليد 3 في نفس الوقت، فما ينفعش واحد مثلا يبص على ليد 2 ويقول لي ده انا شايف ان في كيو ار اس هنا تقريبا ده الريت نورمال، بعدين مره واحده العيان دخل في في تاك مثلا، هرد عليه انا واقول له كل الرزم ده متسجل في نفس ات ذا سيم تايم اوف ليد 1 سينكرونايزد مع ليد 1، وظاهر واضح جدا ان ليد 1 ان دي كيو ار اس ودي 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 واللي بعدها دي وهنا وهنا وهنا، وده ارتفاكت. اذا كل اللي فوق ده ارتفاكت ومش في تاك ولا اي حاجه، واللي تحت كمان نفس الكلام ده ارتفاكت، وهنا دي الكيو ار اس دي اماكنها. يبقى كده الجهاز ده سهل لي ان انا اعرف الفرق ما بين الارتفاكت والايه والترو ريزم. نرجع برضو النقطة مهمة جدا للمثال اللي قبل اللي فات اللي شفنا فيه ليد 3 وقلنا ان ما فيهوش اي اتر اكتيفيتي واضحة. طب انا هجيب لك ورقة اي سي جي فيها سيمالتينوس ريكوردنج لليد 2 وليد 3 الاتنين في نفس الوقت، وهقول لك ان دي واضحة جدا ان دي بي ويف وبعدها كيو ار اس ومتوصلة بنورمال بي ار، فهتقول لي ده نورمال ساينس ريزم وفي ليد 2 وبالتفسيرات اللي قلناها، لان الاس اي نوت فوق خالص في الاتريوم وموصله كاردياك فيكتور ماشي من اليمين للشمال ومن فوق لتحت، فيمشي تقريبا مع زاويه 60 بوست في 60 فيديني بوست في ديفليكشن في ليد 2. تمام. الديفليكشن ده لو لاحظت هتلاقيه صغير، لما يمشي تقريبا عمودي مع ليد 3 هيديني تقريبا فلات زي ما حصل هنا، ولكن ده سيمالتينيوس ريكوردنج لليد 2 وليد 3، فاكيد التايم ده هو وقت الاتريال اكتيفيتي ولكن مش ظاهر في ليد 3. يعني العيب في ليد 3 والعيب مش في الاتريال اكتيفيتي ولا ان في ابنورمال اريزميا. يعني ليد 3 يعتبر اعمى وهو اللي ما شافش الاتريال اكتيفيتي بالرغم ان هي موجوده وده نورمال ساينس ريزم. اذا عدم وجود اتريال اكتيفيتي واضحه في ليد 3 لا ينفي اي ابنورماليتي في البيس ميكر النورمال بيس ميكر اوف ذا هارت. يعني ما ينفعش ان انت تعمل لي لونج ستريب ليد 3 وتقول لي ان ده جانكشنال ريزم وده مش نورمال ساينس ريزم. تمام. وبرضه نرد على السؤال اللي سالناه في الاول خالص، ان لو انت مسكت سنجل تشانل اي سي جي وصور لك ليد 2 في الاول خالص ليد 2، تمام، هيصور لك ليد 2 لوحدها في تايم معين، وبعدين ابتدى يصور لك ليد اي في ال في التايم اللي بعده الورقه الطويله اللي احنا بنمسكها العاديه دي، وبعدين اللي بعده صور ليد 3، وبعدين اللي بعده صور ليد اي في اف. ففي واحد هيمسك ليد 3 في النص يقول الله ده العيان بيدخل في انترميتنت جانكشنال ريزم، وده شيء وارد، ولكن انا اقدر ارد عليه لما استخدم الثري شانل اي سي جي ماشين واقول ان في ات ذا سيم تايم في اتريال اكتيفيتي واضحه جدا في ليد تاني شايف الاتريال اكتيفيتي من زاويه احسن من اللي مش شايفها الليد ده، فده دليل على وجود الاتريال اكتيفيتي. يبقى عدم وجود الاتريال اكتيفيتي في ليد معين لا ينفي عدم وجودها، ولكن لازم ادور عليها في الليدز اللي انا المفروض اشوفها فيها، اللي انا وصلت لحد دلوقتي ان انا لازم اشوفها في ليد 2 وليد في 1 اللي انا قلت ان هو افضل كمان من ليد 2. نوصل لكونكلوجن ان انت يو ماست اندرستاند كاردياك اكسس. وفي كونكلوجن مهمه جدا ان الكاردياك اكسس هي الشيب اوف ذا ويف، يعني اتجاه كهربه القلب في الفراغ مع وضع الليدز هي اللي بتحدد شكل الويف. يعني الاكسس هو الويف،
هو شكل الويه. شوف بقى تطبيق عملي كده على اللي احنا قلناه. لو انا سألتك وقلت لك ايه الاريزميتي، اولا طبعا انا راسم ان ده ليد 1، فهتقول لي طبعا زي ما احنا اتعلمنا قبل كده في ليد 2 وليد في 1 عشان اشوف في ليه رياكتيفيتي. ولكن فرضا انا ببص على ليد 1، والله انا شايف ان في كيو ار اس كومبلكس واضحه، نبدا من الشمال كيو ار اس كومبلكس، بعدها تي ويف، هنا مش عارف مفيش اتريال اكتيفيتي، هنا تي ويف وبعدين مفيش اتريال اكتيفيتي. طيب والريت تقريبا من اول هنا كده 300 150 تقريبا، اباوت 150 او اقل من 150 شويه. طب ده ايه ده، سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا ولا اكسلريتد جانكشناليزم او اي مسمى بس مش ساينس. فانا طبعا اقول لا، انا لازم ابص على ليد في 1 او ليد 2، وزي ما قلنا ان ليد في 1 احسن. فهبص على ليد في 1 زي ما احنا شايفين قدامنا، هلاقي فيه كيو ار اس كومبلكس مرسومه قدامي كويس جدا، بعدها تي ويف، بعدها بي ويف ويز بي ار انترفال تقريبا شورت بي ار، يعني شايف انها تقريبا مربعين ونص. واضح جدا ان في بي ويف قبل كل كيو ار اس. فانا هبص لدي واقول مثلا ده ساينس تاكي كاردي، والهارت ريت اباوت مثلا يعني لو خدنا واحدة من دي تقريبا ما بين 100 ل 150 تقريبا، هنا اباوت 140 بي بير مينت. يبقى لو الممرضة جابت لي لونج ستريب لفي 1 هشخص الحالة دي انها ساينس تاكي كاردي. طيب لو بصيت لي 2 هبص على ليد 2، حاجة ابص اقول ايه دي كيو ار اس كومبلكس. يا ريت ممكن تعمل بوز وتشوف الاي سي جي وتفكر فيه وتشوف رايك في ايه قبل ما تشوفني هقول ايه. اشوف كده ان في الاي سي جي ده كيو ار اس، دي كيو ار اس، بعدها مش عارف دي مثلا تي ويف، بعدها معرفش ارتفاكت ده ولا بي مش عارف، بعدين كيو ار اس، وبعدين ديفليكشن. هل دي مثلا انتهات كلها، كل دي تي ويف تي ويف، وهل دي بي ويف؟ طب دي مش شكلها قوي، دي مش عارف الصراحة. بالرغم ان ليد 2 المفروض يبين لي اتريال اكتيفيتي كويس، ولكن احنا قلنا شرط وتفتكروا في الاول ان انا قلت بيبين الساينس ريزم. عشان ايه؟ عشان مكان الاس تي انود ماشي مع مكان ليد 2. طيب انا لو بصيت لدي مش عارف هو ايه ده. طيب اجيب لك بقى 12 ليد اي سي جي قدامك، الراجل راسم لك 4 شانل اي سي جي ماشين لانها جايبه 4 ليدز 4 صفوف، وبعدين ليد 1 اللي انا شفته ما عرفتش منه اي حاجه، ليد 2 اللي شفت فيه ديفليكشنز كده طالعه ونازله، ليد 3 ما اعرفش. جيت ابص على في 1 لقيت فيه بيهات واضحه جدا جدا جدا، قلت ان ده ساينس تاكي كارديا، واستغربت ان ليد 2 مش مبينه البي ويف بالرغم ان هي باينه جدا في في 1، واستغربت من الشورت بي ار في في 1، وشخصت الحاله ساينس تاكي كاردي. طبعا التشخيص غلط، الحاله دي اتريال فلاتر 2 تو 1. ايه التفسير؟ اولا لو بصينا لليد 2 هنلاقي فيها كلاسيك سوتوس ابيرنس بتاع الاتريال فلاتر. انا عايزك تشيل من دماغك كل الكيو ار اس، تحذفها خالص وتحاول توصل زي ما انا موصل الفلاتر ويف مع بعضها. يعني دي هتكمل كده تكمل كده تكمل كده تكمل كده تكمل كده، وهتلاقي فيه مع كل اتنين فلاتر ويف كيو ار اس، يبقى ده فلاتر 2 لـ 1. تمام. ايه الصعوبه في الاتر فلاتر؟ ان الموست كومن بريزنتد بريزنتيشن للاتر فلاتر ان هو بيجي 2 لـ 1، يعني اشوف 2 ويف، وان الفلاتر ويف بتبقى ميرجد مع الاذر ويفز، لا اما داخله في الكيو ار اس لا اما داخله في التي ويف.
فبتخليها ايه تيبيكال، والتيبيكال سوتوس ابيرنس اللي انت عايز تشوفه كده مش هتشوفه. فلازم يبقى في طرق تانية تتعلمها عشان تشخص الاتريال فلاتر، وده هنعمل له فيديو لوحده خالص، ولكن احنا عايزين نوصل لنقط معينة نتفق عليها عشان نشخص بيها الاريزميا. نتكلم قبل ما نكمل موضوع الاتريال فلاتر وشخصناه ازاي، عايزين نقول معلومة بيزك قوي بس مهمة جدا، ان الاتريال ديبولاريزيشن بيعتمد على الصوديوم تشانلز، والصوديوم تشانلز دي فاست كوندكتنج تشانلز، فبتديك شارب سيجنال وهي البي ويف. شارب سيجنالز يعني ايه؟ يعني الانجل دي مع البيز لاين ده بتبقى شارب شويه، يعني مثلا لو قلت ان دي زاويه 90 فدي مثلا 60، ولكن بالعكس التي ويف بتبقى الفنتريكولار ريبولاريزيشن بيحصل عن طريق البوتاسيوم شانل وهي سلو كوندكشن، فبتديني سموث ويف عامله كده. الانجل بتاعتها مع البيز لاين بتبقى اقل من البي ويف اللي فوق دي، عشان كده التي ويف بتبقى سموث والبي ويف بتبقى شارب ديفليكشن. شارب ديفليكشن، ودي معلومه مهمه جدا هتشخص لنا اريزميات كتير. زي ما انا راسم كده، البي ويف بتبقى واقفه والتي ويف بتبقى سموث والانجل بتاعتها قليله شويه. عشان كده لو انا شفت اي شارب ديفليكشن او هاي فريكوانسي كارنت في قلب التي ويف زي دي مثلا، يعني لقيت التي ويف كده ومره واحده لقيت فيها نوب جامده كده، اسسبكت ان دي اتريال اكتيفيتي. الكتروفيسيولوجيكالي استحاله تحصل كده الا لما يكون ده ارتيفاكت، او ان دي اتريال اكتيفيتي فعلا، او ان التي ويف تكون مدببه كده، او ان التي ويف تكون كامل هامب، يعني فيه اتنين بوست ديفليكشن ورا بعض. طيب واحد برضه ممكن يسألني سؤال يقول لي يا عم كل ده ممكن يكون دي ارتيفاكت وممكن تكون دي ويف. نرجع برضه المثال بتاع الفلاتر عشان نطبق عليه الكلام ده. انا عن نفسي لو انا شفت ليد في 1 بالشكل ده بالريد ده هقول عليه فلاتر 2 تو 1، وعمري ما هقول عليه ساينس تاكيكارديا خالص. ايه اسبابي وايه الحاجات اللي خلتني اقول كده؟ وده طبعا هنقولها بالتفصيل في فيديو تاني خالص عن الاتريال فلاتر. اول حاجه ان شكل التي ويف مدبب، فيها هاي فريكوانسي كارنت، في ديفليكشن مدبب واضح جدا 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 هنا، يبقى ده اي سسبكت ان ده اتريال اكتيفيتي. هترد عليا واقول لك ان ده اتريال اكتيفيتي وده اتريال اكتيفيتي، والريب بتاعه اباوت 300 مع ريت اباوت 150، يبقى ده اتريال فلاتر 2 تو 1. هترد عليا وتقول لي ده ارتيفاكت، هقول لك ايه؟ هرد عليك واقول لك ان انت لازم تتعلم الاي سي جي مابنج، وان انت تستخدم الاي سي جي كاليبر عشان تشوف الانترفلز والمسافات ما بين كل ديفليكشن. والله لو كانت المسافات واحده ما بين السسبكتد ديفليكشن يبقى اكيد طبعا من فوكس واحد، عمر ما الارتيفاكت هيبقى ريجولر زي الاتريال اكتيفيتي اللي طالعه من الهارت. فانا هجيب اي سي جي كاليبر اللي احنا طبعا مش هنمسك برجل زي ده ونقعد نقيس بيه، ولكن بنجيب ورقه وبنعلم على ورقه الاي سي جي وبنشوف هل المسافه ما بين الديفليكشن ده هي المسافه ما بين ده والديفليكشن ده، معناها ان السسبكتد اتريال اكتيفيتي دي واقعه في النص ما بين دي ودي، هقيسها فعلا على ايه وموقعين في النص. يبقى اكدت لي دي تاني حاجه، اكدت لي ان دي فعلا اتريال اكتيفيتي. عشان كده we should look for atrial activity in all leads not just lead 2 or V1. يبقى انا قلت القاعده دي ليه؟ انا قلت القاعده عشان انا ما شفتش السوتوس ابيرنس ارجع تاني الا في lead 2 and lead 3. lead V1 ما باينليش قوي، تمام، ولكن برضو انا عرفتها من ليد في 1 عن طريق قاعده تانية اللي هي الديفورميتي بتاعه تي ويف بالاضافه للاي سي جي مابنج. لكن الصح
احنا قلنا في الاول ان ليد 2 احسن، وبعدين قلنا ان في 1 احسن منه لانه بيجيب باي فيزيك بي ويف. والافضل والافضل ان انت لازم تبص على كل الليدز، لا ليد في 1 ولا ليد 2 بس، لازم تبص على كل الليدز عشان تشخص اريزميا صح. يبقى خلي بالك من التي ويف ديفورميتي عشان ممكن يكون فيها هيدن اتريال اكتيفيتي. لازم تتعلم تو يوز اي سي جي كاليبر. لونج ستريب في 1 از بيتر ذان ليد 2، والاحسن والاحسن ان افري كيس هاز اتس بيست لونج ستريب ليد. يو شود تشوز ذا بيست وان شوينج اتريال اكتيفيتي. انا ببص على كل ال 12 ليد اي سي جي وبشوف احسن واحد فيهم مبين اتريال اكتيفيتي واضحه، وده اللي اعمل له لونج ستريب عشان اشخص منه الاريزميا. طيب في قاعده بقى اقولها لك، ان براكتيكالي يو كانت دايجنوز اريزميا 100% كوركتلي فروم وان ليد اونلي. استحاله استحاله ان انت تشخص اريزميا من ليد واحد بس 100%. ممكن تشخصها بنسبه كبيره، ولكن نسبه 100% في حالات كتير مش هتقدر تشخص. لازم تتاكد من ليدز ثانيه وتعمل سيمتيلوس ريكوردنج لليدز كتير عشان تقول ان دي اتريال اكتيفيتي فعلا ولا لا. وهناكد بالامثله ان انت عمرك ما تقدر تشخص اريزميا 100%، وانا متاكد من كلامي ده، الا ما تبص لكذا ليد وليس ليد واحد ولا ليد 2 ولا ليد في 1 ولا اي ليد تاني. لازم كذا ليدز تبص عليهم عشان تشوف الاتريال اكتيفيتي فعلا دي شكلها ايه. حتى كمان الفنتريكولار فايبريليشن. تخيل الفنتريكولار فايبريليشن اللي هي عباره عن فنتريكولار اكتيفيتي، وانت متخيل ان الفنتريكولار اكتيفيتي عباره عن كيو ار اس، وانت طبعا الكيو ار اس كومبلكس ده انت بتعرف تعمل لها ايدنتيفيكيشن. مين اللي ما يعرفش يطلع الكيو ار اس كومبلكس من ورقه اي سي جي؟ ولكن طبعا احنا عارفين ان الفي اف بتبقى فيري بيزار اند ايريجولار الريجولار ديفليكشنز باينه في الورق. طيب هل المعلومه دي براكتيكالي هتنفعنا في حاجه؟ نيجي نبص. وانت شغال سي بي ار وشخصت ان عندك كاردياك اريست اند ذير از نو بالس، هتوصل عين بالمونيتور وتيجي تبص هتلاقي المونيتور مطلع لك بيز لاين زي ده، فهتشخص العيان ايه سيستولي، وهتبتدي تعمل تبتدي السي بي ار بتاعك والبروتوكول اللي بتنفذ في حالات الاي سيستولي ان انت بتعمل كارديو بالمونري مساج وبتدي ادرينالين بس. طيب هل انت غلطت في حاجه؟ هل انت ممكن تمس حاجه تانية انت مش واخد بالك منها؟ ايوه، المفروض قبل ما تشخص اي سيستولي ديورينج كارديك اريست باي مونيتور يو شود اكسكلود فاين فنتريكولار فايبريليشن باي لوكينج ات انذر ليد. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني مثلا المونيتور ليد اللي قدامي ده مبين ليد في 3، ليد 3 وبين فيها بيز لاين. هو مش ممكن ليد 2 او ليد 1 يبين لي فنتريكولار فايبريليشن وليد 3 ما يبينش اي حاجه زي ما شفنا في اول مثال خالص، وقلنا الليد 3 هو اللعمة لان زاويه رؤيته هي اللي مش كويسه فما شافتش الاتريال اكتيفيتي، وفي نفس الوقت هي الاتريال اكتيفيتي زي الفنتريكولار اكتيفيتي بالظبط، وممكن يكون ليد 3 مش شايفها وليد 2 او ليد 1 هم اللي شايفينها، صح؟ عشان كده بنفس المنطق اللي قلناه في اول مثال ان ليد 2 وليد 3 مسجلين في نفس الوقت والبي ويف كانت موجوده بالرغم ان ليد 3 ما كانش مبين اي اتريال اكتيفيتي. نفس الطريقه في حالات الفي اف والايسيستول، ممكن الموديفايد شيست ليدز اللي هي الشيست ليدز اللي موجوده على المونيتور او متوصله على جهاز الدي سي شوك تبين لي في وان ليد بيز لاين، وفي ليد تاني واخد زاويه تانيه تبين لي فنتريكولار فايبريليشن، ودي حاجه قاتله لان ده هديله دي سي وده هعمل له سي بي ار بس. وكل ما التايم بيعدي كل ما فرصه رجوع العيان لنورمال ساينس ريزم بتقل، يبقى انا كده موتت العيان ده. يبقى المعلومه دي مهمه جدا، ان انا لو بيفور دايجنوزنج اسيستولي ديورينج كاردييك اريست you should exclude fine VF by looking at another lead. لقيت lead 3 اعمل lead 2، لقيت lead 2 اعمل lead 1،
او ليد 3، ان انا اجيب ليد تاني ويفضل يكون ليد عمودي عليا يعني باصص من زاويه تانية خالص، يعني ليد واحد وليد 3 مثلا، او ليد 2 مع ليد 1. المهم ان انا بقلب في المونيتور واكون طبعا متاكد ان الديسكات متوصله كويس، عشان ما يكونش ده لوز الكترود يكون ده اسيستولي اصلا، فعلا يكون ده لوز الكترود ومش لا اسيستولي ولا في اف. تمام، يبقى المعلومه دي انا شايف ان هي اهم معلومه في الفيديو كله، وده تطبيق مباشر لفهمك للكاردياك اكسس والفيكتورز وفكره الليدز، وازاي الليدز بتسجل الويف وبتشوفها ازاي عن طريق الزوايا بتاع الكاردياك فيكتورز دي، وان عدم وجود اكتيفيتي في ليد معين مش معناه ان الاكتيفيتي دي مش موجوده، وجود اكتيفيتي معينه مش معناها ان 100% ان دي ساينس، لا ده ممكن تبقى فلتر، وانت لازم تبص على كل الليدز. يبقى براكتيكالي عمرك ما تشخص اريزميا 100% الا ما تبص على كل الليدز حتى الفي اف زي ما شفنا. طيب احنا هناخد بقى شويه امثله هتطبق برضو كل الكلام اللي قلناه. المثال اللي قدامنا ده جايب ليد 2، واضح جدا لو انا شفته، انا من رايي برضو تعمل بوز وتشخص انت بنفسك، هلاقي فيه واضح جدا بي ويف ويز نورمال بي ار، وبعدها كيو ار اس كومبلكس، وبعدها تي ويف، وبعدين شايف بي ويف كيو ار اس كومبلكس تي ويف، وبعدين بي ويف كيو ار اس كومبلكس تي ويف بي كيو ار اس بي كيو ار اس. يبقى ده بكل بساطه نورمال ساينس ريزم، يعني لو انا شفت اي سي جي بسرعه والممرضه عملت لي لونج ستريب على الليد 2 وعين داخل لي وبصيت كده، هقول ده نورمال ساينس ريزم. طيب هل ده حقيقي 100%؟ هل انت طبقت القواعد اللي احنا قلنا عليها؟ هل حاولت تبص على في 1 اللي هو ليد احسن من ليد 2؟ هل حاولت تبص على كل الليدز قبل ما تشخص الريزمي وتقول ان ده نورمال ساينس ريزم؟ شوف بقى، هو ده نفس البيشنت اللي احنا شفناه، وده ليد 2 اللي انا شفته، شايف فيه بي ويف بي ويف بي ويف كيو ار اس بي كيو ار اس، شخصت ان هو نورمال ساينس ريزم، او طبعا حد هيبص ويدقق جامد هيلاقيه ساينس برادي كارديا، واضح جدا ان هو الريت قليل. يعني لو قعدت احسب هنا هقول مثلا عد من اول كيو ار اس 300 150 175 60 50 43 38، يعني تقريبا حاجة وعشرين كمان أو خمسة حاجة وعشرين، ريت فيري سلو، وقول إن ده ساينس برادي كارديا، ساينس برادي كارديا. طيب أستفيد وأطبق القواعد اللي إحنا خدناها. أول حاجة هقول إن أنا هبص على في 1، تاني حاجة هبص على كل الليدز واستفيد من المالتيبل تشانل اي سي جي ماشين. والله لو جيت بقى ابص على ليد في 1 هلاقي فيه باي فيزيك ستراكشر اللي احنا قلنا عليه قبل الكيو ار اس كومبلكس، وبعدين لقيت فيه باي فيزيك ستراكشر كمان، وبعدين باي فيزيك ستراكشر، ايه المفاجأة دي؟ طيب واحنا قلنا ان الاونلي باي فيزيك ستراكشر ان في 1 هو البي ويف او الاتريال اكتيفيتي، ده بنزل تحت هلاقي فيه برضه هنا ديفليكشن، انزل تحت ده ديفليكشن، طب انزل على ليد 2 اللي انا كنت لسه شايفه هلاقي فيه مكان التي ويف، يبقى دي كانت تي وداخل فيها بي، بس هما الاتنين عملوا ميرجنج مع بعض فانا ما خدتش بالي منهم. تمام، يبقى هنا اطلع من تشخيص، لو انا شفت الحاله دي ممكن اعمل لونج ستريب لفي 1 عشان اتاكد من الاريزميا اللي عندي، هلاقي بي ويف كوندكتد وبي ويف بلوكت، بي ويف كوندكتد وبي ويف بلوكت، يبقى ده 2 تو 1 سكند ديجري هارت بلوك وليس ساينس برادي كارديا، والعيان ده ليه مانجمنت تاني خالص، يبقى ده 2 تو 1 هارت بلوك. يبقى ده مثال حي يعرفنا قد ايه ان انت ما ينفعش تشخص اريزميا من ليد واحد، ولا ينفع باي حال من الاحوال تشخص اريزميا من ليد اتنين بس، ولازم تبص على ليد في 1 في المثال ده كان هو البيست ليد اللي انا المفروض كنت اعمل فيه
اللونج ستريب بتاعي. تاني حاجة ممكن اتعلمها من المثال ده ان انا when you see او when you see what you think it is sinus bradycardia you should exclude second degree 2 to 1 heart block. وزود عليها واحدة كمان blocked premature atrial complex اللي هنقولها في فيديوهات تانية. لازم تدور على الحاجات دي وتحطها في دماغك. لو حد اداك لونج ستريب ولقيت ساينس براديكاردي وخاصة بالريت القليل ده، لا انت سسبكت هارت بلوك. مش بقى تعمل لي لونج ستريب ليد 2 وتقعد تدور، ما انت مش هتلاقي حاجة. لا شوف ليد تانية، شوف في 1 وبص بصة سريعة على كل الليدز، يمكن تلاقي اتريال اكتيفيتي باينة في ليد معين احسن من التاني. وتتأكد كمان من الاي سي جي مابنج ان لازم المسافة ما بين الاتريال اكتيفيتي دي تكون هي المسافة ما بين ده وده. لازم البي بي انترفال تكون ايكوال. يعني لو بصيت على ليد في 5 هلاقي في برضه ديفليكشن هنا وديفليكشن هنا. اللي ياكد لي ان ده وده اتر اكتيفيتي هلاقي هلاقي دي في النص ما بين دي ودي. هلاقي دي في النص ما بين دي ودي. تبقى دي برضه اتريال اكتيفيتي. وهنا انا كبرتها شويه عشان تظهر البايفيزيك ستراكشر جاي بعد كيو ار اس، بعد كده بايفيزيك ستراكشر جاي اون تايم، جايين كلهم في نفس الوقت ونورمال بي ار، يبقى ده نورمال ساينس ريزم والسكند ديجري هارت بلوك 2 تو 1 1 2 وبعدين بلوكت، مفيش كيو ار اس بعدها. طيب نشوف برضو المثال ده، ده مثال سريع. اول حاجه برضو انا بعمل فوكس على الاريزم. هبص برضو على الليد 2، واضح جدا ان في كيو ار اس وبعدين تي ويف بعدها بي ويف وز نورمال بي ار وكيو ار اس بي كيو ار اس بي كيو ار اس بي كيو ار اس. هتاكد برضو وابص على ليد في 1، والله ليد في 1 في ديفليكشنز كده غريبه، تقريبا البي ويف هي النيجاتيف هنا، مش عارف يعني المثال ده ليد 2 احسن من ليد في 1. برضو ابص بصه سريعه على كل ليدز، ده برضو بي بي هنا مش مبين قوي، عامل زي ليد في 1، واكيد انت عارف السبب من فهمك للكارديك اكسس. ليد اي في اف برضه مبين كده، يبقى ده بكل بساطه ده ساينس تاكي كارديا والريت اباوت 140 150. تتعلم برضه قاعده لسه هناخدها في الفيديوهات، لما تشوف ساينس تاكي كارديا او اي نارو كومبلكس تاكي كارديا على ريت 150 يو شود اكسكلود اتريال فلاتر بالطرق اللي احنا هنجمعها ونقولها في فيديو تاني خالص. ولكن هنا انا مش شايف اي اتريال فلاتر، فدي في كل بساطه ساينس تاكيكارديا اونلي. طيب نبص المثال ده، ده ليد 2 واضح جدا ان في كيو ار اس كومبلكس بعدها تي ويف بعدها في ديفليكشن كده، هل هو ده البي ويف بعدها كيو ار اس تي بي والبي ار انترفال اكبر من مربع، يبقى ده. والريت برضو لو جيت تعد كده تقريبا 1 2 3 4 75، يبقى ده نورمال ساينس ريزم وسفيرس ديجري هارت بلوك، وده ليد 2 وانت عملت لونج ستريب على ليد 2 بس. هتقول لي لا ده انا اتعلمت وهعمل في 1 وابص على ال 12 ليد اي سي جي، لان التشخيص ده بكل بساطه ممكن يطلع غلط. طيب نشوف بقى ال 12 ليد اي سي جي ونشوف المفاجاه الحاله دي هتبقى ايه. طيب نيجي نبص هنلاقي، ابص على ليد في 1 هلاقي فيه ديفليكشنز، شارب ديفليكشن هنا وشارب ديفليكشن هنا، وهنا دخلت في الكي ار اس، شارب ديفليكشن هنا شارب ديفليكشن هنا. طيب اعمل مابنج هلاقي المسافه واحده، انزل من هنا هلاقي الديفليكشن ده قصاد ده، الاقي هنا لو لاحظت هتلاقي في تي ويف ديفورميتي زي القاعده اللي قلناها، تيجي تنزل المسافه من هنا هتلاقيها قصاد دي بالظبط، قصاد الديفورميتي دي بالظبط، وكلهم عاملين مابنج مع بعض. طيب وليد 2 ما كانش مبين خالص، ولكن لو نزلت على ليد 2 من هنا بخط من الديفليكشن ده نزلت من فوق لتحت هتلاقيه قصاد دي، نزلت من فوق لتحت هتلاقي قصاد دي، ولكن حصل لها ميرجنج مع التي ويف.
واول واحد ده حصل له ميرجنج مع الكيو ار اس فما بانش، فظهر لي فولس امبريشن في ليد 2 ان دي نورمال ساينس ريزم، وظهرت في ليد في 1 ان في مالتيبل اتريال اكتيفيتي لكل كيو ار اس، وعشان الريت بتاع الاتريال اكتيفيتي دي ريجولار والريت بتاعها المسافات ما بينهم مربع كبير يعني تقريبا 300، يبقى انا بقول على دي اتريال فلاتر 3 ل 1. ولو حد دقق ولاحظ في ليد 1 هتلاقي فيه فلاتر ويف ولكن مش واضح، تلاقي فيه ديفليكشن كده ونازل، ديفليكشن كده ونازل، ديفليكشن وبعدين بقى ماسكد بالكيو ار اس كومبلكس. نوضحها اكتر، واضحه هنا في المثال ده. معنى الكلام ان الحاله اللي فاتت دي ما كانتش نورمال ساينس ريزم، ده اتريال فلاتر 2 تو 1 والمانجمنت مختلف خالص. وطبعا ما تستغربش وتقول العمليه صعبه، في طرق كتيره جدا هنشخص بيها الاتريال فلاتر وهنجمعها في فيديو، في فيديو واحد. احنا بس بنأكد على المعلومات اللي احنا قلناها ونظرتك للاي سي جي ليدز، وان انت تدور على الاريزميا فين تبقى مختلفه شويه. طيب نشوف برضو المثال ده. والله بقى انا جايب لك كل ال 12 ليد اي سي جي قدامك، هتبص برضو على ليد 2. انا بصيت على ليد 2 بصراحه شايف في ويفي بيز لاين، الريجولار ار ار انترفال، يبقى اشخص اقول ده اتريال فايبريليشن. بالرغم ان انا لو دققت ورحت شفت ليد 3 اللي احنا ما بنبصش عليه خالص، هلاقي فيه فلاتر ويف واضحه جدا، نازله وطالعه، نازله وطالعه، نازله وطالعه، نازله وطالعه، تيبيكال ثو توس ابيرنس واضح جدا. ليد 2 ما كانش واضح فيه قوي، بالرغم لو انت اكسبيرينسد وبتشوف ايتر فلاتر كتير هتعرف ان في سوتوس ابيرنس واضح برضو في ليد 2. في 1 ما كانش موضح اي حاجه، في شويه ديفليكشن هنا هنا، في حاجه هنا مفيش حاجه اصلا، كل الاتجاهات زي بعضها. ليد 3 هو احسن واحد موضح فلاتر ويف اللي هي التيبيكال ثو توس ابيرنس، وهو ده شباب، هو ده الثو توس ابيرنس الكلاسيك اللي انت لازم عينك تاخد عليه. طيب نوصل بقى لنقطة مهمة جدا، ازاي الاي سي جي ماشين بتقرا الاي سي جي، او بمعنى اصح ازاي بتعرف ان دي كيو ار اس ودي بي ويف ودي تي ويف. بكل بساطة الاي سي جي ماشين بتشوف الديفينيشن بتاع الكيو ار اس عندها، معناها ان دي بيكي حاجة مدببة، وكلمة مدببة هي بتقيس الزاوية بتاعتها، يعني الزاوية دي زاوية تقريبا 20 أو 10، فتقريبا هي مدببة، بتقيس الزاوية وتشوفها مدببة جدا فتعرف ان دي كيو ار اس، اللي قبلها يبقى بي ويف واللي بعدها يبقى تي ويف بكل بساطة. طيب دي ازاي بيعرف الجهاز الكيو ار اس كومبلكس، ومن هنا بيحسب لك الهارت ريت. فلو قدامك اي سي جي مونيتور مثلا هيحسب ان دي كيو ار اس كومبلكس وبعدها دي كيو ار اس كومبلكس، حتى لو انت ظبطت البيب او الصفاره اللي بتطلع بتلاقيها بتطلع مع الكيو ار اس كومبلكس، فبيشوف المسافات ما بين دي ودي ودي ودي، وبعدين يحسب هارت ريت ويطلعه في جنب كده ويكتبه لك. طيب افرض ان التي ويف او البي ويف كانت بيكي ومدببه قوي، هل الاي سي جي مونيتور هيعرف الكلام ده؟ هل هيعرف ان دي تي ويف او بي ويف بس هي اللي شكلها غريب؟ لا طبعا، هو لما يجي يبص عليها هيلاقي هلاقيها مدببه ويحسب الزاويه بتاعتها، وممكن يحسبها ان دي كيو ار اس كومبلكس. يعني مثلا حاله زي دي فيها كيو ار اس كومبلكس بعدها بيكد وتنتد تي ويف شويه، الاي سي جي مونيتور كان قاريها 300 لانه حسب ان دي كيو ار اس كومبلكس، وبعدين حسب ان دي كيو ار اس كومبلكس ودي كيو ار اس كومبلكس ودي كيو ار اس كومبلكس، فلقى المسافات ما بينهم تقريبا مربع كبير، فقال ان الريت 300 وطلع ان الكيو ار اس ريت 300 او الفنتريكولار ريت 300. طيب بالرغم ان انت لو قلبت المونيتور على الليد تاني اللي هو ليد 2 هتلاقي فيه كيو ار اس كومبلكس بعدها
تقريبا فلات ويف كيو ار اس كومبلكس، بعدها فلات ويف، بعدها كيو ار اس كومبلكس، فالجهاز هيعرف ان ده كيو ار اس كومبلكس كيو ار اس كومبلكس، واللي في النص دي تيهات، فهيقرا لك الهارت ريت 135 مش 300 ولا حاجه. يبقى هنا عرفنا ازاي الجهاز بيتعرف على الكيو ار اس كومبلكس، ودي حاجه هتفيدني ان انا اعرف ايه سبب الارتيفاكت، ايه سبب ان انا بلاحظ في العنايه ان انا ممكن ابص على المونيتور الاقي كاتب هارت ريت زي اللي فات ده 300، والممرضه ممكن تيجي تقول لي يا دكتور الحق ده الهارت ريت بتاع البيشنت 300 والجهاز بيدي الارم، وانا اجي ابص الاقي 150، او ان الهارت ريت يكون صح. ده يكون من فهمي ان الجهاز بيقرا الكيو ار اس كومبلكس ازاي. فانا مجرد اشوف حاله زي دي الاقيها 300، بكل بساطه هبص على ال 12 ليد اي سي جي، وهعرف الايدنتيفيكيشن بتاع الكيو ار اس كومبلكس، وهعرف ان دي تي ويف فالجهاز قاريها غلط. مجرد ان انا هعمل شيفتنج لليد تاني زي ليد 2 هلاقي الجهاز قراها صح. تمام، يعني مثال مثلا دي حاله انا شفتها كان فيها سيمتريكال تي ويف انفيرجن، والجهاز كان بيقرا ان التي ويف دي كيو ار اس، فكان بيقرا هنا، بيقرا هنا ان ده كيو ار اس، نعلمها احسن، دي كيو ار اس ودي سيمتريكال تي ويف انفيرجن، يقراها كيو ار اس برضه، حتى كان بيطلع صفاره عندها، فقرا الهارت ريت 174، بالرغم ان الهارت ريت ده كان تقريبا 80 او 90. تمام، طيب الكلام ده هل ليه كلينيكال ابلكيشن؟ طب ما في حد ممكن يقول لي ابسط حاجه ان انا، ابسط حاجه ان انا لو شفت حاجه زي دي هوصل البلس اوكزيمتر واشوف البلس ويف واخلي الجهاز يقرا من البلس هيطلع لي الهارت ريت الصح، ودي طريقه فعلا موجوده، ودي من الطرق الكويسه ان لو لقيت العيان بيتهز او هيطلع ارتيفاكت وانت عايز تشوف الهارت ريت كويس، وصل البلس كويس البلس اوكزيمتر، وخلي في اوبشن في الجهاز هتخليك تختار انه يحسب الهارت ريت من البلس اوكزيمتر وما يحسبوش من الاي سي جي. ولكن الطريقه اللي احنا قلناها دي ونظام الجهاز ان هو بيقرا الكيو ار اس ازاي، هل ليها كلينيكال ابلكيشن مهم جدا وممكن يفرق معاك جدا جدا زي الحته اللي قلناها بتاع الفي اف، وان انت لازم تقلب على الليد تاني؟ السؤال بقى، هل في ريسك اوف فنتريكولار فايبريليشن وذ سينكرونايزد دي سي شوك؟ ايوه طبعا في ريسك، ده بدليل حتى ان بعض الاجهزه لما بتيجي تعمل سينكرونايز دي سي شوك وتدوس على الزرار بتاع السينك، الجهاز بعد ما يدي سينكرونايز دي سي شوك اوتوماتيك بيتحول لدي سي وما يبقاش سينكرونايزد، عشان هو مؤهل ان لو حصل في اف ان انت تدي دي سي شوك على طول وتعمل دي فايبريليشن. يعني ايه بقى الكلام اللي انا بقوله ده؟ احنا هنشوف فيديو يوضح شغل جهاز الدي سي شوك، الدي سي شوك اللي هو برضه بيقرا الاي سي جي بنفس طريقه الاي سي جي مونيتور والاي سي جي ماشين، وبيتعرف على الكيو ار اس زيهم. لو شفنا في الفيلم ده وحاولنا نوقفه هنلاقي ان في حاله عايزين يعملوا لها دي سي شوك، او دي سي كارديو فيرجن قصدي، فهنا بيوصلوا البادلز او الباتشز اللي هيعملوا بيها، وبعدين هنا الجهاز قرا الكيو ار اس زي ما احنا شايفين، وبعدين هنا بيضغط على زرار السينكرونايزيشن. هنشوف ايه الفرق، هنا الجهاز قاري كيو ار اس بس، بعد ما هيضغط على زرار السينكرونايزيشن هنلاحظ ان ظهر علامات على الكيو ار اس. الجهاز هنا ادى اسهم على كل كيو ار اس، على كل كيو ار اس، الحاله دي واضح انها اتريال فايبريليشن لان فيها ريجلر ريزم. بعد كده الجهاز ادى علامات على كل كيو ار اس، يعني عمل ايدنتيفيكيشن على الكيو ار اس، وده طبعا مهم في حالات الكارديو فيرجن لان الالكتريكال شوك لازم تنزل في وقت الكيو ار اس كومبلكس، لانها لو نزلت على اي تايم تاني وخاصه اثناء التي ويف هتنزل على فولنربل الكتريكال بيريود اوف ذا فنتريكولار اكسايتيشن، وهتعمل لي في اف وفنتريكولار فايبريليشن. فعشان كده لازم الجهاز ينزل الكهرباء على الكيو ار اس كومبلكس، فهو بيعمل لي ايدنتيفيكيشن الاول وعلم علامات على كل كيو ار اس كومبلكس، ومن هنا قدر يقرا الهارت ريت التقريبي اللي كتبه 153. نكمل الفيديو ونشوف الجهاز هنا بيقرا
وبيعلم على كل كيو ار اس، هو عمل بعد ما عمل سينكرونايزيشن اللمبه اللي قايده دي، بعد كده بيدي للعيان سيداتيف عشان ينيم العيان شويه، وهنشوف دلوقتي بيدي شوك. شحن الجهاز على 200 زي ما احنا شايفين، وبعدين هنشوف الجهاز هيدي سينكرونايزد شوك مع الكي ار اس. ادى شوك زي ما احنا شايفين، العانة نفض وبعدين رجع لنورمال ساينس ريزم زي ما احنا شايفين، بقى نورمال في بي ويف كيو ار اس، بي ويف كيو ار اس، والهارت ريت 79. انا عايزك بس تلاحظ حاجه مهمه، ان الزرار بتاع السينكرونايزيشن اللمبه بتاعته طفت، يعني الجهاز دلوقتي لو اديت دي سي شوك هيدي دي فايبرليشن وليس سينكرونايزد، وبدليل ان الاسهم اللي كان الجهاز راسمها على كل كيو ار اس راحت. تمام. نيجي بقى نشوف برضو الجهاز ده، الجهاز ده برضو مش بيدي اسهم، ده بيرسم على كل كيو ار اس بيكتب عليها اس اس، دي معناها ان هو كيو ار اس، دي حاله برضو كانت اتريال فايبريليشن، وده ليد 1 كان بيكتب اس اس اس، يعني عامل ايدنتيفيكيشن للويفز. والجهاز برضو ممكن تقلب منه من الزرار ده، تقلب منه ليد 1 او ليد 2 او ليد 3، بالاضافه للفولتج نفسه ممكن ان انت تعمل الكالبريشن او الفولتج او قوه التكبير، ممكن تخليها 2 او 3 او نص على حسب الويف، عايز تكبرها او تصغرها. النقطه بقى اللي عايزين نوضحها هنا، ان زي ما الجهاز فكره الجهاز وزي الاي سي جي ماشين بيقرا كيو ار اس كومبلكس، هو هنا عرفها من ان هي بيكي ومدببه ومن الزاويه بتاعتها، عشان كده احنا جينا هنا وعملنا ارتفاكت ومسكنا السلوك بتاعت الدي سي شوك وهزيناها جامد، فعملت ارتفاكت جامد جدا، فابتدى الجهاز يعمل فولس ايدنتيفيكيشن للارتفاكت كانه كيو ار اس كومبلكس، بدليل ان الريت هنا كان تقريبا المسافه دي او دي اقصر مسافه، بعد كده بقت قريبه جدا 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 من بعضها، وافتكر ان كل الارتفاكت دي كلها كيو ار اس كومبلكس. طيب لو الجهاز كان فيه الارتفاكت ده وانا اديت سينكرونايزد دي سي شوك، الدي سي شوك دي مش ممكن تقع على فالنربل بيريود، ممكن تقع في وقت التي ويف والعين ده يبقى عنده ريسك انه يدخل في في اف؟ ايوه طبعا. طب الحاجات دي هتقابلني امتى؟ هتقابلني في حاجتين، لو انا عندي لوز الكترود او انا هزيت ايديا وانا ايديا مش ثابته وعملت ارتفاكت زي ده، او ان الجهاز عمل مس ايدنتيفيكيشن للويفز زي ما شفنا في المثال اللي هنرجع له تاني خالص، ده اللي هو عمل فيه ايدنتيفيكيشن للتي ويف على اساس انها كيو ار اس كومبلكس لو كانت التي ويف بيكد تي ويف. وفي حالات تانية ممكن يعمل ايدنتيفيكيشن للبي ويف نفسها انها كيو ار اس كومبلكس زي المثال ده. المثال ده العيان عنده اتريال فلاتر 3/1 والبي ويف اكتيفيتي فيري شارب سيجنال زي ما انت شايف كده، فيري شارب سيجنال باينه جدا، دي ودي ودي ودي، من الحالات برضو ان انت لو عملت لها مابنج هتلاقيهم كلهم نفس المسافات، كلهم بيحصل لهم مابنج اوت مع بعض، والريت بتاعهم تقريبا اقل من 300 شويه، وهتيجي بعدهم كيو ار اس كومبلكس، يبقى ده اتريال فلاتر 3/1 زي ما هنشوف بعدين ونشرح الاتريال فلاتر. ولكن المشكلة أو النقطة اللي أنا عايز أعمل عليها فوكس هنا، العيان ده لو حبيت أعمل له كارديو فيرجن، الجهاز ممكن يعمل لي ايدنتيفيكيشن للحاجات دي كلها إنها كيو ار اس، وهنا هيكتب لي الهارت ريت بتاع مثلا 280 300، ولو جيت أدي دي سي شوك هدخل العيان ده في اف. طيب إيه الحل؟ الحل بكل بساطة إن أنت هتغير الليد من هنا، بدل هو ليد 2 اخليه ليد مثلا اي في ار او ليد 3، وزي ما شفنا في اول حاله ان ليد 3 ما كانش مبين اتريال اكتيفيتي وليد 2 كان مبين اتريال اكتيفيتي،
ففي نفس الكلام في حالات الاتريال فلتر ممكن تظهر في V1 والاقي ليد 3 مثلا مش مبين اي اتريال فلتر خالص، فهتلاشاها خالص، فالجهاز مش هيقراها، فيعمل بيتر ايدنتيفيكيشن اوف ذا كيو ار اس كومبلكس. يبقى النقطة دي برضو من النقط المهمة جدا 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 اللي ممكن تنقذ بيها حياة عيان. نيجي بقى للمثال الأخير ده، ده اي سي جي مونيتور، شغل الفيديو كده. طبعا ده فنتريكولار فايبريليشن، انا مش جايبه عشان الايدنتيفيكيشن في الاسم، انا جايبه عشان حاجه تانية خالص. طبعا هفكرك ان انت لازم تعرف ده ليك كام وتغير ليه. لو انت لقيته فنتريكولار فايبريليشن خلاص ادي سي شو، لو لقيته اي سيستوري لازم تجيب ليه تاني عشان تتاكد ان ده مش فنتريكولار فايبريليشن، ده رقم واحد. تاني حاجه، في بعض الناس سمعتهم يقولوا ايه ده فنتريكولار فايبريليشن، ان الفنتريكولار ريت لازم يكون اكتر من 300. ماشي تمام. فيبص على الاي سي جي مونيتور او الجهاز يلاقيه كاتب مثلا هنا ايه 68، يقول لك لا ده مش في اف، ده ارتفاكت. لا، الفكره كلها ان الجهاز بيقرا الكيو ار اس ازاي. هو هنا مثلا قرا الكيو ار اس دي، والصغيره دي او التانيه كانت الزاويه بتاعتها مفتوحه شويه فمرهاش، اعتبرها مش كيو ار اس كومبلكس، وقرا اللي بعدها المدببه دي حسب المسافه ما بين دي ودي مثلا، قال لك ده 68. نكمل كده مثلا، هتلاقي الهارت ريت بيختلف 65 70 68 70، مش قاريها لان الامبليتيود صغير والزوايا بتاعتها مفتوحه فمش عارف يقراها كويس. فدي مش حجه ان انت تشوف لي الهارت ريت هنا وتقول لي ده مش فنتريكولار فايبريليشن عشان الهارت ريت قليل، يبقى انت مش فاهم الجهاز بيعمل ايدنتيفيكيشن اوف ذا ويفز ازاي. نجمع بقى كل الحاجات اللي استفدنا منها من المحاضره دي. أول حاجة practically you cannot diagnose dysrhythmias 100% correctly from one lead only even ventricular fibrillation. وعرفنا ليه ECG machine interpretation is wrong in up to 50% of the cases. دايما تشخيص ال ECG machine اللي بيبقى مكتوب في معظم ورق ال ECG بيبقى تقريبا غلط في 50% من الحالات، والأخطاء دي كلها من ال مس انتربريتيشن او الايدنتيفيكيشن اوف ويفز عن طريق الماشين. جاست بيكوز، وده السبب، ات لوكس تو وان ليد، وانها كمان بتبص لليد واحد بس اللي هو ليد اتنين، بتبقى متظبطه على كده. اند دونت اندرستاند كاردياك اكسس اند ليد رولز، هي مش فاهمه الكاردياك اكسس زي ما انت فاهم. ذا لونج ستريب ليد شود نوت اولويز ستاندرد ليد تو، يو ار نوت ان اي سي جي ماشين. The key to perfectly interpret dysrhythmias is to identification of the basic ECG waves. Use ECG caliber and map out every wave you suspect. Don't ignore the advantage of the three-channel ECG machine for arrhythmia interpretation. شكرا لكم وإلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله مع فيديوهات جديدة.